السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن احوالكم يا ربي امين. اليوم غادي نحضر معكم ولا نحضر مع بعضياتنا واحد الطبق اللي الطبق رائع جدا جدا، واحد الطبق مغربي اللي كنقولوا له ولا كنسميوه كنطلقوا عليه اسم صفة المدفونة. هذه الصفة المدفونة اللي غنحضروا اليوم كتجي جد جد رائعه. يلا باش نحضروا مع بعضياتنا المقادير. كنحتاجوا 500 غرام ديال الشعريه اللي كتكون على شكل شعيرات، كتكون رقيقه بزاف، ماشي اللي كنديروا في الحريره، لا كتكون هذه شعريه سبيسيال كتكون خاصه بالصفه. وكنرافقوها مع فواكه الجافه اللي منهم اللوز والزبيب والمشمش والتمر والقرفه والسكر كلاصي، ثلاثة البيضات، الزيت ديال نباتي. اما بالنسبه للدجاج كنحتاجوا التوابل، خرقوم، الملح، الابزار، وسكنجبير ملون غذائي. وكنحتاجوا بعض البيضات، ثلاثه كنديرهم في الدجاجه، وواحده كنعسل بها الزبيب ديالنا وربيطه ديال الربيع. يلا نبداو على بركه الله. كناخذوا الطجره ديال الضغط وكنديروا فيها البصيره ديالنا على شكل شرائح، وكنزيد عليهم الزيت البلديه ولا زيت العود، وكندير التوابل ديالي كامله اللي منهم الخرقوم ومنهم سكنجبير والابزار. والملح وربيضة القرفه، وكنخلط العناصر ديالي مزيان مع البصيره مع البصيله ديالنا، وكنزيد عليهم الدجاجه ديالنا اللي كتكون واحد الدجاجه صغيره، يعني ماشي شي دجاجه كبيره، واللي عنده الطراف احسن. وبالنسبه للصفه كلها وكيفاش كيدير لها، كاين اللي كيدير الدجاج هكا صحيح، كاين اللي كيفرتو، المهم كلها واش كيدير. الاهم هي تكون الصفه مدفونه، يعني الدجاج كيكون مدفون في وسط الشعريه ديالنا اولا الصفه. هنا البنات ملي كندير الدجاجه ديالي صافي كنخليها غير شويه كتشحر، وكندير المريقه وصافي كنسد عليها، ويلا باش نحضروا الشعريه ولا الصفه ديالنا. كناخذوا واحد القصريه كتكون هكا كبيره شويه، وكنديروا فيها ديك الشعريه ولا كنديروا الصفه ديالنا، ديك الشعريه رقيقه بزاف، وكنلبسوا دوك الشعيرات كاملين البنات بالزيت نباتي كي كتشوفوا هكا. وحاولوا البنات ملي تكونوا كتصوبوا هاد الشعريه هادي، يعني ماشي تصوبوها عشوائي ولا تلبسوها بالزربه ديك الزويزه، خصكم تلبسوها بكل لطف وغير بشويه بشويه باش دوك الشعيرات ما يتهرسوناش. وفي نفس الوقت خصنا نلبسوها ديك الزويته كامله باش ما تعجناش، وملي نكونوا كنخدموها في التفوار ما تعجنش بزاف وتعذبنا، يعني هي كتعجن دغيا دغيا. كي كتشوفوا البنات هكا غير بشويه بشويه قادوا الصفه ديالكم ولبسوا هذيك الزويته غير بلاتي بلاتي باش هنا عندنا الغرار دوك الشعيرات يبقاو صحاح، سينو لا بقيتوا كتصوبهم بالزربه غادي تهرسوا لكم وما عجبكمش الصفه زوينه. دابا من حسيت بانها صافي يعني كامله دخلت في هذيك الزويته اللي تنتهي بها، صافي دابا كناخذوها وكنردوها تفور التفويره الاولى، كنخليوها تفور خطر خطره، كندوزو كنحضروا يعني هذاك الشيء اللي نحتاجو للتزيين اللي هو اللوز. كنردوه هنايا يسخن في ميه سخنه باش نفصو. والشعريه ديالنا راه كتصوب كي كتشوفوا البنات، راه بدات من تبدا البنات تشوك لكم وتطلع صافي خصكم تحيدوها وتسقيوها بواحد يترو ديال الماء يكون طايب. كي كتشوفوا البنات ضروري خصكم ديروا هذه الطريقه هكا، صافي كتسقيوها مزيان 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 بالماء طايب يكون جا عندكم واجد قبل، يعني يكون عندكم قبل واجد داك الماء، وتسقيوها بها كامله وتخليوها تتقطر على خاطر خاطرها. عاد خصكم ديروها القصريه ديالكم وتحاولوا تاخذوا واحد الفرشيط ولا شي حاجه هكا باش تفتحوها في الاول. وضروري البنات من الماء بارد، الماء بارد علاش البنات؟ انها كتكون بحال اللي تجمعت، ومي كتجمع صعيب باش تفتحيها، يعني بحال كتعجن،
وحنا ما عندناش غير بها معجنه، شنو كنديروا؟ كناخذوا الماء بارد، الماء بارد كيساعدها اكثر على باش دوك اللي كيكونوا معجنين ولا كيكونوا متلاصقين كيتفتحوا بسهوله دغيا دغيا بلا عذاب. بدا اول حاجه هي فتحوها كامله بفورشيط هكا، انا ما قدرتش بيديا حيت سخونه بزاف بزاف، ان هي بحال كسكسو في السخونيه ما قدرتش. فتحتها هكا بالفورشيط على ما تبرد شي شويه، ومن بعد عاد نخدمها بيدي، حيت هي ضروري تخدم باليد باش دوك الكويرات اللي مجموعين خصهم يتفتحوا. هنا البنات صافي كنحيلو الفورشيطات ديالي وكنبدا نخدم بيدي. صافي كان منهم كنبرد يديا بالماء بارد، ومنهم كانت شي وحده يعني شي كويره هكا ما بغاش تفتح لي بهذه الطريقه هكا، صافي كندير لها بحال هذه مثلا البنات هكا، صافي كندير لها مويه بارده، شتو دغيا دغيا كتفتح ما كتبقاش معجنه، وكتجينا هكا شعيرات شعيرات. ودائما البنات زربوا باش ما يعني زربوا باش ما تعجلش، وفي نفس الوقت خصكم غير بشويه يعني كي نقول لكم. المهم انتوا خدموها بلطف، هادشي اللي بغيت نقول لكم، هي ما خصهاش يعني تبركي عليها ولا خصها غير بشويه بشويه باش كتكون عندنا واحد الصفه اللي ناجحه وكتجي هكا يعني محلوله. صافي البنات كنبقى نستمر هكا حتى الاخر، وهانتوما معايا. البنات هنا ما عندنا فتحتها كامله كي كتشوفوها هكا صافي، ولات كتبان لي شعره بشعره يعني حتى وحده ما كاينه يعني هكا مجموعين. صافي كنخليها ترتاح واحد 10 دقائق وكنديرها تفور الفوره الثانيه و باش ندير الفوره الاخيره. المهم البنات انا كنردها تفور عاوتاني المره الثانيه ونخليها تتوجد ونلتاج عاوتاني باش نشوف المشمش. كنديروا هنايا واحد 4 د المعالق ولا 5 د المعالق ديال السكر والماء وبيضة القرفة، وكنخلي المشمش ديالي تعسل غير الصيغو، ما درت لا الميم درت لا في مرقه لا حتى شي حاجه، تعسل غير هكاك عادي. وكناخذ اللوز ديالي حتى هو وكنسلقو هكا، كنكون يعني كنغاديه دقه بدقه، واي حاجه كتوجديها كتحيديها يعني هكا كنت كندوز ولا كوجدت الصفه ديالي. هنا البنات من بعد ما طابت لي الدجاجه ديالي ولا الدجاج ديالي حيدته هكا على جناب، ودرت البصيله ديالي وزدت عليهم زبيب، النص درتو مع البصله باش يتعسل، والنص الاخر خليته باش نزيدو في الفوره الثالثه ديال السفه ديالي الفور مع السفه. المهم البنات كي كتشوفوا هكا صافي خليتها هكا تعسل، يعني ما زدتهاش ولا قطره ديال الماء، خليتها هكا ديك البصله تعسل في داك الماء ديالها اللي عطلق هي وديك المريقه اللي تما. كي كتشوفوا البنات هذه التفويره الثانيه، يعني صافي هنايا غادي نسقيها بالماء عاوتاني طايب، الماء ديالها هي ديال الطنجره اللي صفرت فيه، يعني فيه الزيت فيه كلشي. صافي البنات هكا كنخليها تسقطر حتى كتسقطر على خطر خطرها، وعاد كنلتجئ عاوتاني للقصريه ونولي ندلكها عاوتاني مره اخرى، كندلكوها عاوتاني مزيان. هنا البنات ما كتعذبناش بزاف، يعني ما كتكون مشكوره، ديجا فتحناها ودهناها بالزيت يعني ما كتوليش تفتح. هنا البنات كنفتحها عاوتاني بفورشيط، كي عرفتوا بانها قلت لكم راها سخونه تجيني سخونه كحرق يديا. المهم في البدايه كنفتحها بالفورشيط، ومن بعد عاد كنولي صوب بيدي كتبرد شي شويه. ملي كنفتحها كامله البنات شفتوا راها كامله مفتوحه، يعني ما كتعذبكمش الا فتحتوها المره الثانيه، ما كتعذبكمش نهائيا. صافي كتكون مفتوحه واخا راها عرفت البنات شحال سخون، واو واو شحال سخون. هنا البنات درت الماء عاوتاني وفيه مليحه،
وعاوتاني وليت حاولت، لقيت شي حاجه عاوتاني مكركبه ولا شي حاجه نولي نفتحها، ما لقيت حتى شي حاجه، لقيتها كلها مفتوحه تبارك الله. صافي هكا بدات كنكون كنسقيها عاوتاني بميها ومليحه كامله، بان البنات راكم عارفين الشعريه ضروري خصها مليحه، بحال بحال الكسكسو هي معجنات وضروري نديرو لها تيه مليحه وما بارد. المهم البنات كي كتشوفوا هكا كنستمر حتى الاخر، ملي كنشوفها يعني ارتاحت لي واحد شويه كنزيد عليها داك الزبيب اللي خليت وكنخلطو معاها هكا، يعني هذه الطفوره الاخيره اللي منها صافي، منها غادي نحط صافي، ما نوليش يعني نولي نجبدها مره اخرى ولا شي حاجه. صافي البنات كنخليها كترتاح لها خاطر خاطر، كتشبع ارتاح هنايا صافي يعني نسايها، متى كترتاح لها خاطر خاطرها وعاد كنردها تفور فوره الاخيره والنهائيه. صافي هنا البنات وجدت الدغميره ديالنا، الدغميره كتكون دغميره عاديه بحال ديال الدجاج. انا هنا البنات راني ما درت لا سكر لا عسل، نتوما الا كتعجبكم الدغميره تكون حلوه يعني مع البصله والزبيب تكون حلوه، ديروا شي جوج معالق ولا 3 معالق ديال السكر ولا بالعسل، انا ما درت حتى شي حاجه، يعني خصني ناكلها هكا عجبتني كتعجبني مالحه. وهنايا واحد البيضات ديالي 3 البيضات كيتسلقوا، ودابا يلا باش نديرو التقديم. البنات التقديم كيبقى اختياري، انا اعتمدت على الطريقه ديالنا المغربيه الاصيله ديال الناس القدامين اللي كنعرف بها السفه، ماشي بحال السفه ديال اليوم يعني بريستيج اللي بغى يديرها يديرها، انا درت اعتمدت على الطريقه ديالي القديمه. ولا بغيتم مره اخرى ان شاء الله نشارك معاكم الطريقه الجديده مرحبا. كي كتشوفوا البنات كنسرحوا واحد النص، كنسرحوه يعني في الطبسيل هكا ونقادوه وكنسقيوه بالمريقه ديالنا، ديك المريقه يا سلام جات البنات كتحمق مع السله وداك الشيء ما عندي ما نقول لكم. المهم هكا كنحاول نحيد لقيت شي عويد ديال شي قرفه ما شفتوش من قبل وهذا نحيدته ما فيها باس. المهم البنات هكا كنغطي ديك البلاصه اللي فيها نحط الدجاجه ديالي بهذه الطريقه هكا، وكان ناخدو اللوز حتى هو وكندردروه على ديك الدغيميره اللي حطيت على السفه ديالنا بهذه الطريقه هكا، ولكم الاختيار، انا عجبتني هذه الطريقه هكا وانتم اللي بغيتو ديروه، انا قلت لكم التقديم كيبقى اختياري ليكم الشكل اللي بغيتو، انا اعتمدت على الطريقه ديالنا ديال الناس زمان. المهم كي كتشوفوا البنات انا حطيت الدجاجه ديالي واحد الدجاجه غير صغيره ماشي كبيره، وحطيت عليها شويه ديال الدغميره ديالنا اللي عسلت بالزبيب والبصله، كتجي جد جد رائعه. وهنا البنات كيبدا باش كتبدا يعني تغطي ديك الدجاجه، ما خصهاش تبان نهائيا، حتى الا جا عندك الضيف ما يعرفوش كاين دجاج ولا ما كاينش. كتبقى مفاجاه، يعني الا كان الواحد جاي عندك وبغى تديري هاد الاكله يعني هو راه كيتسائل واش فيها الدجاج ولا ما فيهاش، هي كتجي على جوج ديال الطرق، كتجي فيها الدجاج وكتجي بلا دجاج، يعني غير السفه هكا الشعريه بفواكه جافه فقط، ولكن ملي كيكون هكا عندكم الضياف ضروري خصك، ماشي ضروري ولكن الا بغيتي تفاجئي خصك ديري في وسطها واحد الدجاج اللي كيكون كنقولوا لها السفه المدفونه. المهم كي كتشوفوا البنات هكا حاولت كنغطي ديك الدجاجه ديالنا، غطيها البنات كامله ما تخليوش كتبان كاع، يعني ما كتبان لا مرقه لا دجاج، يعني ما كيبان والو، هذه السفه المدفونه. درت واحد الخط ديال السكر كلاصي، واللي درت الخط ديال القرفه، وهكا كنت كنزين السفه ديالي، ولكم الاختيار. وانا البنات كنبقى نزين، يعني كي قلت لكم وغنبقى نقولها لكم، كيبقى تزين اختياري اللي عندكم ديروه، كاين اللي كيزين غير بالقرفه والسكر كلاصي فقط، وكاين اللي كيزين غير بالبيض والسكر، ولكن السكر والقرفه، القرفه ضروريين البنات، اما الباقي
غير اختياري اللي كان متوفر ديروه، ما متوفر لكمش بلاش. المهم انا اعتمدت هادشي اللي عندي واجد في الدار درتو، يعني كان عندي واحد الحبيبات ديال التمر حتى هما درتهم وعمرتهم باللوز وكذا بهذه الطريقه. خديت المشمش حتى هو عسلته كيشتو وعمرته باللوز مهرمش وحطيته وقع في جنيبات، وكان وخديت حتى البيض حتى هو، يعني واحد جوج بيضات سلقتهم حتى هما وقطعتهم وحطيتهم حتى هما كيجيو يعني رائعين وكيجيو زوينين. المهم هكا حاولوا تزينوا باللي عندكم، ماشي ضروري هذا الشيء، يعني انا هادشي عندي واجد. المهم انا كندور في الكوزينه اللي لقيتو كنديرو، وانتوما لكم الاختيار. صافي البنات هكا، وخديت واحد دوك جبيبنا الصغيورين عمرتهم هكا بالدغيميره، يعني الا جات شي واحد خصو هكا يعني تكون ديك الصفه شويه اكثر يعني مبلله ولا هذا، يزيد الدغيميره ماشي مشكل. وهذا هو الطبق ديالنا البنات، وكنقول لكم كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا بالصحه والراحه، والى اللقاء حتى الفيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه ودقوا على الجرس يوصلكم كل جديد، وجيم وكومونتير. كومونتير كتشجعوني اكثر واكثر، وجيم كتخليوني نزيد القدام، والاشتراك ديالكم كيقويني اكثر واكثر. ما تنساوش البنات الاشتراك، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. يكون تشوفوا حالي يا بعد واش ثرالي.